ولا شيء إذا فردوسه أيه فردوسه ولا شيء إذا فيدومه أيه ولا شيء إذا سكيديو أيه ولا شيء إذا سيندوس عجيب ولا شيء إذا كيكيشو أيه نمان هل كاسك استلاما عجيب وانا هرالي قلنا أيه مقاعدو سان أجانب تا وقول دواقان دواقة دي أن كسحي ورالي قلنا لكن ما جينا دواقة واسحين ياي عجيب يوصوا دواقيس It was the worst. لح قف يا قول إن ليست وقاتي واردن يا أرد بسم الله مخال الدوي طبقة نجسحية هني كي أرد واصور إليك عبسدا وقت تجمع هذا ها إجرب تين دوب مخال أرمل ودقة وحن بحسدين بتبادي هذا وقع يا كوبي أنا بحسدين عجيب هذه بريتان دار مركان سمي مركان أركي شعبك الصومالي طبقة طبقات إنه باب أصين يهيم وحن قاعد استي أنا جينا بتباديو وحن بحسدين بتبادي هذا وقع أقوت ولي بقان وجه وان وجهها سان وبتباديو هذا وقع أرض الصومالية ملو اللي بقى يكجوجان إيه هان على هذا وقع شيء بيلي شيء بيلي شيء بيلي شيء بيلي تي في يا شيء بيلي تي في إن أجلد مركي ور أي ورنا يان تصلحان إن عالمكم شيء بيلي تي في أي كلهين ويلكم تو شيء بيلي تي في ده بدن أو ذلك بنانكس جوجان واحد يسوع تيشرو ومهاستنته هذا وقع إنه بتبادي سمعنا فهمينه مدى سمرك سيدوك العدم بدن عن أوكي يعني أجانب أيقو كوهات لايان أيقو كو دواقايان سيد عنيق عن أوكو دواقو يو أجانب واسكمت بسم الله الرحمن الرحيم كل انتو عن أولاك سيد داود يالكسود بادة وريس قارة وان لي لينا نو استاد مهد أوكمي ده معلمين سوماليات قارة هان معلمين تا لقد إنجليش كا استاد مهد كسود وشبلة تي في Thank you so much and شبلة تي في كن يو كوجر وان كدو هاي مقعي هو مهد أحمد محمد دادك أي إيقانان تيشر مهد وحان أهي mid kamid ah bariyaasha Soomaaliyeed gaar ahaan luqadda Ingiriiska waxaan ka dhigaa in iskoolka Al Miraj Primary and Secondary School in sidoo kale waxaan ka dhigaa online sidoo kale waxaan ka dhigaa private sidoo kale alada TikTokne waan ka soo gudbiyaa adey salaam aan tahay ustaad Tijer Mahad maxaa ka naqaanaa taariikh aan halkoo ku dhashay halkoo ku soo barbaaray bal faahfaahin guud and Tijer Mahad wuxuu ka soo jeedaa Soomaaliya gaar ahaan wuxuu ku dhashay degmada Afjooye runtii waxbarashada markii la fiiriyo waxaan ka soo maray ilaa heerka dugsiga sare waxaan soo qaatay marxaladda hoose dhexe ilaa iyo sare anigoo oo markaasi iskuulka dhiganaya haddana waxaan isku dayay luqadda inaan barto anigoo joogo dalkayga hooyo ee Soomaaliya adiyad ustaad wadanka ka imaaday والله بدنا نحوم حاميسين وملايان هنا ودمدا لقد أكو صبرت ودمدا شيشية ما ودمدا جرال البيت كو كلنا واحد كو صبرت أوكي ودنا كتمان أنا أقول لك سماليك ما بحين هل كان لين جوجا وأنا سي جوجي دوانا أقول لك سماليك ما بحين مقدر الكو صبرت والله سمالي جديد لين جارها دك ماذا أفجوي حتى ما خدش كم داعي دك ماذا أفجوي وقد إنجليش كبرت إسلا أفجوي أنا كبرت لقد ولكن ودن كلمة آدين سيدي قوة سورة جنشي لقد أدو هذا أد سيدي نوقع أوكالا إيو لقد أد وحد لا عندك من أبقو لقد أكو برتو يعني حركس أكو جارت سيدي قوة سورة جنشي مداس إلي سبحانه وتعالى يا مهد اسكاله ثانيا وحي دذال أن عنيق آن لا إميت يو معلين كيغا يقول سوى دذالي ذاتك وحي اسوي ديان تيشر مهد بل أمريكا مو كيمت كندا مو كيمت سارو ريبي مو كيمت بل سه ولكن دل كلمة آدين دل كيغو هاي عن كبرتين لقد إنجليش كان. أستاذ نحن كو قاتل لقد نعبرت. Almost 6 years. 6 yes. years. لح سنة عن كل حجرين لقد إنجليش كان برشة هذا. هبين يوم مالين عن دو تاكنا سيان هرمر عن وقارو. أديات وحكى أستاذ محربة أقبلها هنا إيشك تبل كاسو وجه ما كان لقد إنجليش كبرنيس وحكم إذا قفت أجرين يقول لي رجلس أنا برتوا وهو يدي إذا زهر جيلاني هل كاسن كسلامه هو يدي أديات أيضا كدم بيس لقد أنا برتوا because ani en waxaan aha qof oo markaas yani oo yatiim ama agoon imi ku soo koray en abeega wuxuu giriyeeday 2012 kadib
iskuna dami lana lgiye kadib dawa luqada ingiliska marka barashadeed baahi zaid aan u qabay kadib qarashad badan isoo wajahay marka hooyadii waa qofta kali ka dambeysay in oo markaasi qofta igu dhiirigelisay in aan barto luqada ingiliska qarash everything ay dhahdeen ana ka bixina meeshi aan ka keeno ana ka bixina ila luqadaas ku darso baro iskuul kaligiis ma anfacaye wax kale baro ay tiri maanta ma sha Allah luqadaasan ilaahay hormar zaid igu gaarsiin aadiyan ustaad xarbna barta tiktok waxa ku soo gaasatay jarmaad aadiyan in shabeey kuu suurta gashay ama kuu soo dhacday in dadka soomaaligeed aad luqada aad barto ama ku dhiirigeliso ama aad dabaxa ka saxdo goormeed bilaabay waxaan bilaabay 2022 gi ilaa iyo halkan ku dhex jiraa ha baritaan sameeyay in kasoo bilaabay 1990 ilaa iyo hadda qof walba luqada ku hadlaa in qof walba luqadii wuu yaqaanaa ardaydii luqada waa la baraa hadalik ma arkaysid maanta macalin oo dadka dhawaqa ka saxaya war qofka maanta luqada hadda bartid waxaan saana laga wadaa laakiin dhawaqiis uu baabacsan yahay ma anficayso soddon iyo afar sano kadib dhawaqa ardayda soomaaliyeed markii uu soo baabacsanaa waxaan go'aansaday aniga inaan badbaadiyo waxaan baxsaday badbaadiya dhawaqa yaa kuu bixiyay ana baxsaday ajiib aad iyo aad baritaan dheer markaan sameeyay markaan arkay shacabka soomaaliyeed dhawaqood inuu baabacsan yahay waxaan go'aansaday aniga inaan badbaadiyo waxaan baxsaday badbaadiya dhawaqa aqoobad waliba aan u wajaho waan u wajahaa saan u badbaadiyo dhawaqa ardayda soomaaliyeed meel walba ay ka joogaan ajiib aad iyo aad ustaad dadka markii ugu horeysay ay ku arkayeen barta tiktok ka arkayeen way kugu maadeysan jireen waxay ku moodeen in iska ciyaaraya laakiin dadka luqada yaqaana waxay fahamsan yihiin luqada saxda inaad ku hadlaysa goormay dadku baraarugeen ustaad inaad wax cilmi aad wado dadka aysan kaftan u moodin agad ugu horey markaan soo galayay American accent ayuu ahaa dadku waxay u maleyn jireen ciyaar ciyaar inuu yahay balse ugu dambeyn waxayba ogaadeen dad badan oo soomaali joogeen dalkii markii ay ka baxeen wixii aniga aan ku dhawaaqay war waxaan sax waay war dhawaaqina badbaadiya waan saxnahay dadkaasi dalkii markii ay ka baxeen ceelboorada isbitaalada dukaamada caalamka markii ay aadeen meel walba ay tagaan wixii aniga aan ku dhawaaqay waxaasa loogu dhawaaqooyaa isla markii way fahmayaan alla tiijan maad wuxuu nagu soo dhisay waay ajiib ajiib xilligaas ogaadeen ceelboor hadday tagaan wixii aniga aan ku dhawaaqay taasoo loogu dhawaaqa heekankii tiijan maad uu ku dhawaaqay leemuha macalinku waa saxan yaaya aad iyo aad dad badan oo dalka banaankiis joogaan oo hadda isoo waca tiichero waa mahadsan tahay dhawaqeen waa badbaadisay micna mafahmino middaas marka sidoo kale cadeemo badan aan u keenay ajaanibta ayagoo ku hadlayaan ayagoo ku dhawaaqayaan sida aniga aan ugu dhawaaqo iyo ajaanib waa isku mid ugu dambeyn soomaalidii waxay ogaadeen inaan saxanahay hadda qof waliba hadda waxaa laygu wacaa tiichar mahad badbaadiya dhawaqa ajiib aad iyo aad ustaad waa mahadsan tahay markii aad ku dhawaaqday magaca badbaadiyaha soomaaliyeed ama luqada caqabadaha kale kulanta ma jiraan way jiraan haa badbaadiyaha dhawaaq because dadka waxay ku leeyihiin macalin wadada haddaa socda ama magaalooyinka markaa socda tiichro kan ku dhawaaq tiichro kan soo loogu dhawaaqa anigii waxaan baxsaday magacaasi badbaadiyaha dhawaaqa ma diidi karin anigu ugu yar maanta afar jir ah anigu yar maanta wuxuu ku leeyahay tiichro kan soo loogu dhawaaqa mayasay waa ugu dhawaaqa because magaca aan baxsaday maxaa waay badbaadiyaha dhawaaqa kan yar iyo kan weynba waa inaan tixgeliyaa wax waliba ay doonaan inaan ugu dhawaaqo si hadhow dalad banaankiisa hadii ay aadaan ay u fahmaan ajaanibta badbaadiyaha dhawaaqa weliga ha ka sheeganin tiijar maad okay tiijar maad gabdho badan aad dacwo ku haysta gabdho badan faadumo iyo farduuso gabdho la dhahayo ayaa dacwo ku haysta magacoodii aad dhawaaq ahaan markaa ku dhawaaqday sax bal gabdhahaas maxaa leedahay walaasheeda farduuso farduuso walaasheeda faydhuumo walaasheeda sakaydhiyo walaasheeda suyundus ajiib walaasheeda kaykisho dhammaan halkaasaa gastalaama ajiib waana raali gelinaa magacyadoo saan ajaanibta ugu dhawaaqaan dhawaaq haddii aan ka saxay waa raali gelinaa laakiin magacina dhawaaqa waa saxan yahay ajiib okay ustaad waxaa rabnaa shabeele tv inaa ku dhawaaqdo bal luqad ingiliis shabeela shabeele meesha eeda ah i ahaan aloo dhawaaqay shay beele
Other airport ay ku leeyihiin Albarkan Somali welcome to Aden other airport Abjunaser please how can I help you right Abjunaser where are you from amount magacaaga english marka umaleena adi Abjunaser lagu leeyahay english marka umaleena english ma dhawaq leeyahay laakiin tii ma hada ka saxay dhawaq asa ku badbaadinay milba aad tagtid magaca dhawaqis waa heesta ajaneeb kuma gaadi kar marka ustaad adoo muqad Soomaali ku soo gaar ahaan degmada Afgooy inaad luqad u barto si waddanka Mareykanka luqada lagu hadlo wali badan waa saxda ah sidoo kale suurta gashay dadal badan ma la wuxuu sheekay ma balabal ula sahri layali in qofkii meel sare doonay haweenka ayu dhafraa taallamu sigaran litasadu kibaran yaani idinko yar ya yaran wax ku barta hadhow markaa weynataan yaani si aad u liibaantaan yarantiidan isku day inaad barto waxani ma awoodo never say I can't but say I'll try mahaway marna yes I'll try ba dhawaqa never say I can't marna hadii ma awoodi kelimadaasi ma awoodi meel iska dhig but say I'll try but dhah waan isku daya macna waxaad maan isku daydid bari wax yar waa keenay maanta kale ugu dambeey waxaad arkaysaa wixii adigu markaas aan professional ku ah aad iyo aad ustaad bari luqada maadaama macni Soomaaliyeed aad tahay bari fadhiya ku furan qaabkeeda ka luqada ugu bartaa waxaan ku baraa luqada waxaa jira aniga horta waxaan ku noolahay degmada Afjooye waxaan ka shaqeeyaa iskuul magaceeda degmada Afjooye yes Afgooye maan waa Afjooye waxaan ka shaqeeyaa iskuul la yiraahdo Al-Mi'raj Primary and Secondary School waa mid ka mid ah iskuulada ugu waaweyn degmada Afjooye halkaasaan ka shaqeeyaa halkaasaan ka dhigaa dugsiga hoose hoose dhexe ilaa iyo sare waxa kaloo jira galabtii private ah iyo furan private kaas waxaa la yiraahdaa isla Al-Mi'raj Institute of English Language waxa kaloo jira online oo habeenkii aan ka bixiyo waxaan u bixiyay Somali English College waxaan ka baraa dhowr arday oo joogan dalka iyo dal iyo dibadba waxa kamid ah America waxa kamid ah America yes ardayda America jooga Somali jooga aan baraa luqadda Englishes America dad oo Canada jooga dad Australia jooga dad Turkey jooga dad Saudi Arabia jooga dad England jooga gaar ahaan Latin ereygaasi Latin yaa dad oo meesha jooga dad badan aan luqada aan ka baran dhankaas online-ka marka insha Allah waxaan rajaynayaa qof walba doonay inuu barto luqada Englishka garab weyn inaan ku siin doono ka teacher maad ahaan xitaa qof dhaqaale aan haday hayso dhaqaale Ilaah keenay laakiin qofkaasi dantiisa fiirna si uu horumar ugu gaaro luqada midaasan leeyahay ustaad harna caqabadaha ugu waaweyn dadka Soomaaliyeed kurtaan luqad inay bartaan maxaa kamid waxaa kamid ah niijab qofku waxan wuxuu ku leeyahay maba baran karibo waxaad arkaysaa qof arday ama qof oo maanta waxan doon yani wixii niidu ku rabaa laakiin wuxuu ku leeyahay goormay barnaan waxan goormay akhrin karaa ani war goormay kelimadaasi goormay haddaa ku jirta weliga ingiriis le raadinay niijaba ka jira Soomaalida maanta waxaan leeyahay ardada waxaan haddaa doonaysid isku day horta isku day try isku daysid yes try samee marka isku daysid horta koo niida aan dhaho niyeyso marka niyeystid go'aan la imo tan labaad mid koo maxaa way niyo tan labaad go'aan la imo mid xigta actionkii ficilkii la imo samee mid xigta waxa ku soo wajiido waxa ku soo wajiido doona aqoonta badan taasoo kamid ah waxaan iska daamicna wacadkeen ma sii wadi kartid meela waxa sama jirto marka wad adi dantaadi hadafka ilaad aad ka gaartid sax adi aad marka ustaad ma jira dad dacwo ku qabsado muddooyinka kugu dhaga maadaama magacyadoodii qaab saxa ugu dhawaaqday ayayna u fahmeen caay ma jira dad wali ku qabsada intaan barnaamijkan waday way jiraan baadiyaha dhawaaqa hadda goor waliba magacyada Firdowso la dhaho wadada hadda igu aragto dacwo ay haystaa fahmino ay u leeyihiin marka
محلي مجاي محاكرتا ورمجا عاد اوك فرلو صواي فرلو صواي نوكا دانكوس هاي محاكا هلي داير الوسو متاكانا داير الوسو جاي ايلا صواي تيشر وحوري محكمة دانكوس صار محكمة كتاب ابوكاتي لامو ابوكاتي اشوى مفهمينا يا وينكي لايف وسمينا وحوري ابوكاتي لامو ابوكاتي ياوي صوت امجي عاد ودوها ياوي جاي ايلا صواي دوكا مفهمينا دوكوز دمنا محكمة دوكي صوفو لدعي ابوكاتي صورس الى ابوكاتي رابينويا محكمة داسا لوسوغويا مركز حبنا صوماليا جبنا صوماليا مكا مجاين دوكين هدم بدبي يا كلنا سميستنينا ولا شينا وحال قاضي هنا يا دوقنا هدان بد بادي ولا سعفنا مفهمينو ها لكن دو اوغاد دالك بنانك سدا الدين دوقا ساركيسين ادي تيشر ماك ولا بو سحنا ايدين كاسو دو دوقو شي يا سربو سوي سكيدي واي سكيدي سعدي واي سكيدي واي سعدي سعدي يس اي غا مركا عنيك سوشيال اند كلتومو سلو دوقا كلتوما كلتون مقعد واي كلتون واي ميش على كلتون يس ميش تيدا لا لو دبا قا كلدون يس مركا واخ بدنا جيرو ايان كل سلو دبا يا ايان 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 is my sister yes ايان is my daughter yes سيدو 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 waxa kamida meesha oo owda ah ee ay ay ka dhigan سيداو 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 welcome to somalia ay ku leeyin gaalada ama welcome to saudi arabia ay ku leeyin استاذ مخان ودمي برتاه تيتو سوري تاجيرو قال ودغي عادي عادي it was نو هاي جعل هاي ما يدمج إيه دواقيس يس ها it was why دواقيس it was دواقيس it was دواقيس it was why هاي I think نما أحمد متك هاي ودي مرك yes وخمسة وجيد دليل ديار واي سومالي ذا وحبرش مروان وين رواني لكن نادي وحي وحي كذي كان عيار 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 كذي تيجر ما تقولي جا كشكنين it was why فيري it was زمان it was هذا فيري هذا كي فيري It was fearing. It was. San mia misawa hadal kiga. It was fearing. It was. Yes. It was nice. It was nice. It was kiri le merka. Ha. It was ada yani gis gis hadal kaga. It was nice chatting with you. It was nice chatting with you. Of kima kung hiusu ga. It was ina dahan. Ajan it was majuro. Walu gusto ko lasa na. Wala jero. I am on my way. Wada tango sa jera wai. Lalo kis mahawai. On my way. On my way. On my way. Gusto ko amin ano ka. On my way. Bes. وما ما وي وتدان كسو جرا باي فهمينو وها بدنا جيران بد بادي دا وخ وليغا شيخ دي تيچر ما ادي كي جرما لو وحربنا ان انت هل ان لو هل كان باقا او جيديسو قفكي راو انو لقدا برتو ودد او فود او بارن كارو ودداس او فود او ايزي وي لقدا لقدا انجلش كبرشادت هدي اد دونت او غورين وها سبيسا be realistic about your learning english goals ugu horeen dhabka ahaato hadafka aad ka leedahay barashada luqadda ingiliiska mid la tuha samaysa practice speaking english whenever you have a chance time and isku day yani mar alaala markii aad janis haysto luqadda english practice badan inaad ku samaysi waxa samaysa don't be afraid of making mistakes haka absanin qaldaad inaad samaysid wafan soman accept your mistakes and move on قد هذا سميسيت قلت كاغا أقبل قراء إنات قلدن تهي كان صعو بريا سحي بدي حد معها سميني make an effort to improve your pronunciation دادال كبحي إنات هرمريسيت دواق كاغا دواق واشي كلمات إنجليش كا آتي عني كورمرين كرتوا كرتتواي okay practice speaking English in front of a mirror اسكو دي يعني لقد إنجليش يعني practice كسامي speaking مرايد هرتك كسامي نفس دادالا سامي يعني مي ما قف قف انا لا هذا شيء مراد هرتت استا كوسامين بها كل كم اذا ان هاف كونفيدنس وين ايفر يو سبيك كلسوني موج مركا كو هاد ليسو لوقدا كلسوني دا وحي كو ساعيديسا لوقدا يعني ان اذن وح قلدين حدا قلدت حتا وقت كسوني قلدك يعني دب ومصلا ونيسي وحن ليه هاي try learning some new words every single day اسكو دي قفك انو برتو ereyo cusub maalin waliba ereydaas waxay kugu saacidayaan luqadaada inay yacni sii korodo fahmino waxaa kaloo ka mid ah try to learn short responses qofka yacni inuu isku day inuu barto jawaab gaagaaban qofaa su'aal ku weydiinaya jawaab dheer ah isti yacni short responses jawaab gaagaaban isku day waxaa kaloo ka mid ah try creating your own responses rather you
repeating what the people say. يعني وحكم إذا قفك إنه إسكو ديو أسيج جواب ومسك حديث وكل استي إنه كل حد له معنى. إنتو إيه لا دك واحد عن معنى. جملة ميشن كسوقات ميشن كسوقات قفك وحده إيه ما حكى قفي عن هذاك مسك هذا يعني كريت كسمين. جملة هذاك اللي صو. هلو جملة داس وحكى كسعيد يسا إسكو ديو بدل مركز سمينسيت ما أنت قلدي بري وقلدي وقدم بين إن perfect نقطة. وحاسة كم إذا مركو حلي هاي ودوين كسرعة. أستاذ محارمة فإذن كا كده حشم كان نقطة أمبر تنا نوشكيس وحكم إذا هل إلاو وحكم إذا فإذن عن كده حل لغة إنجليش كا برشة الصومان وحكم إذا إن قفل بقى جانب إن فهمه لوا ودن كان ربي إن هذه كرمانته سدح إن ما نقف بين آدم أنا أقبهنانين لغة إنجليش كعلى إي ترجم أموحن محاوات إن له وحكم إذا إن جامعة عمل أنت أم أن أما أنا نتجن هلا إيتاي عشان دي وايزة وابه هستا إنجليش كبار سمان وابه أخانا واتجا فائدة يعني دجنسو مفهمينه وحكولا كم إذا ريبورت إن ديار صدق وحكولا كم إذا ما أنت قفل بأهل كي كم إذا هدو دونا إنه لقدا أو ريبورت إنه دياريو أما دلك إنه كبحو أما إفرت لقط كسابتن إن ما أنت عن كسا عادي كرو مفهمينه أهل كي ما أنت دي أو دلك أي كبحيان أنا غرمت إن أنا أنقضه ألبورك إسبتالا إسكولا إيفرثين أنا إن أنا أهد إهل كي بيكوز لقد فايدونك تاسع كمدا وحكولا كمدا فايدونك عن كده حلي برشة لقد إنجليش في عيجنا مرنا بقى أنا يعني أنا وحوى دي سنين أنا إن أنا شقيستو فهمينو أنا إن أنا شقيستو هدف كي ما هن لكن أنا كهل لكن قفك وعش قيسنا يا إنه إلى درتس أي كأهات وحدك برايا وحن إنه كهلو فهمنا إلين هذه مركب رنيسي قرشها كعصوب حي معنين كعرم عناية فهمنا أقول ليه هاي وحوك برا فهمنا يعني فائدة بدنا كم ده وحقول كم ده فائدة عن كده حلي لقد إنجليش كب نفس ده هذا إن آدم بن آدم بآدم وبهناني بن آدم ملقا مارم لكن وحن نقول نسا قف أسيجا إسبحنا لقد أتقانا إسكولا كشقي سنكرتا جامعة كشقي سنكرتا إيربورا كشقي سنكرتا إسبتالا كشقي سنكرتا wherever you want وات كشقي سنكرتا لو قد هذا تقاني so my guys لو قد برتا أستاذ ما حنا بنقول لك بدنا أنت قد ودي بتبعديها عند لب حدا ما حكى بدنا وحنا بنقول لك بدنا كل يوم بدنا والله يعطوا عرقتوا فالأنت بقول شو ذاك هاي إيماني سمرك قد بتبعديها أستاذ عادي عادي أنا صعد ودد عادي عادي وأنا صبر سدي هذه الروس ده ده يدين تيجي لو قال مو قال نلدوب ميلا كده حسنا مارك ميلا اللي يوصله وعند حسنا عندي لحق في هاي قول إن اللي يستوقعتي واردن يا أرد بسم الله مو قال دوي طب خلنا نقصحه هني كي أرد واصور إليك عبس هذا وقت تيجي ما هذا ها إجرب تين دوب مو قال أرمل ودك ولا قبتي عزيم عزيم دوب مو قال وعبس ثاني ولا ليلة جوجا مركز عندها هي هي كان عندها هي أفر مو قال ليه دوبي حوك إيه ولي أفر مو قال قدو دوب أرمل ودك وحن أجاري إني سن نعب أي سن كأهل جعل واي قفي كج على ما عندك صبر سنع قفي كج على ما عندك ده هاي إن وحن دوب هديك الميل أمنا قف ما أنت لنعبني أو لنعبي هاي إت ما تحتها في ناس ملان احترام من أموجي وان وان إسكافي تغير ياش وحواي حماس ذا قال تاسع ده هاي أدي أدي استاذ كم ده بدنا نكون كعسين سنجل لما تسيس كوكين أدي أدي يا كم ده حبطنا وحواي هرت سينجل عن هاي مركا قبلها وحن ليه هاي تيشر ما هت ما جينا هدي وكل واقع هدي لنا قبلها قارو حي كل يعني تيشر ما هت مربي بقول سنة سيعمل ما جاي يقول كعياري ور ما جا عادة وأو بدبادي هروح هدو كقول سدو ما جا عوج بدبادي أنا قال ال دونت ما جا عيسو بدبادنا هاي ذا ما جا عيدو بدبادنا عبا ما جا عيسو بدبادنا جدي فمل كاسكو بدش فمل كنا نو نو قد بدبادنا مرك تيشر ما هت قرصو يا لو كو كاديسا لو كو دوكو برا عادي عادي هو دم يا استاذ مركا قبلي عملينا بالباقة كو ادن لغه انجلش كي يقف ولا بو سومانيات دوني انو برت دم بين باقة انو برت سومان لغه دا دوني سيت وحن كلي هاي if you learn English you can easily travel wherever you want لغه دا برتيت سفرت ميشا دونت ات هو سفر كرتان عد ما انت عيل بوركا هو استاكر ملهم if you learn English you can understand science business
and the computer softwares لقد قفك دوبرتو وعفهم كران and business ك علومته computer ذا everything لقد كسابسان سامان if you learn English you can be better educated لقد هذا برتك وحنقون كرتا قف وحبرتي أمانتا وأنا وناكسن عيسن عدنا مانتا عيسن وصو حد حد قد بكرين مفهمينو قف قف وحبرتي مانتا عد مانتا أو وح 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 قاد كرتا ملاهن بس كحديث أقانتي سو أديك سنة مفهمينو أنت عيسن ليه مركم وما عيسن تا أستاذ ودهن دعوة ديالك كسو أفميرنا ورسي قال كوالي التجربة ما عيسن تا أستاذ so thank you so much